تفضل. شكرا. ما كنت أحسب أن تتخذ مثل هذا القرار. النعمة تسعى إليك وأنت ترفسها بقدميك. ماذا تريدينني أن أفعل؟ أن تمضي بما عهد به إليك. سعيد، صدقني إنها فرحة العمر أن تسافر على نفقة الشركة التي تعمل بها وتتخصص بالخارج، ثم تعود إلى وظيفتك براتب يفوق 1500 ريال. ألا يهمك أن يزداد راتبك؟ يهمني طبعا، وخصوصا أننا في طور تأسيس عائلة. إذا هاتف المدير وأبلغه موافقتك. ما بك؟ لن أسافر يا ليلى. أهو قرارك الأخير؟ نعم، ولا رجعة فيه. أعرف السبب، ولهذا أعجب من أمرك. إذا عرف السبب بطل العجب. بل العجب أن تضحي بنا جميعا من أجل والدك. أخفضي صوتك، لا أريد لوالدي أن يطلع على هذا الموضوع مطلقا. ما الضير في أن ترسل والدك ليعيش في كنف شقيقتك أسماء؟ أسماء أمست في كنف رجل، لكنها عاشت معه 10 سنوات وقامت بخدمته وهي أدرى منا به. يكفي أنها خدمته 10 سنوات مذ أمس مقعدة. حان الآن دوري يا ليلى. أسماء ليست مرتبطة بعمل، هي امرأة في منزلها، ولن يشغلها والدك عن وظيفة أو سفر. أسماء ابنته وأنا ابنه، أم من المستحسن أن تكفل ابنة أباها بوجود أخيها؟ ثم إنه أورثني داره وهي لم ترث شيئا، وهي في كنف رجل غير ملزم بوالدي والنفقة عليه. ما الذي يضيرك في أن يكون والدك في كنف أخيك عمار؟ تقولين عمار الذي سافر إلى الخارج ولم يزر والده مرة واحدة طوال 10 سنوات؟ لكنه ورث ما ورثت. دعك من هذا الهراء يا ليلى. لكنها الحقيقة. كفى يا ليلى، لقد اتخذت قراري، لن أترك والدي. سأخابر مدير الشركة وليختر أحد زملائي بدلا عني. وتذهب 500 ريال؟ الله الرازق. ما بك يا أبا سعيد؟ أراك غير متحمس، عل الفطور لم يعجبك. يعجبني يا بني، إنما يؤلمني أن أتناول الفطور ونحن في أول أيام شهر رمضان المبارك. يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يقول الطبيب يا أبي، إن عليك أن تتناول أدوية السكر والضغط بانتظام. ما أحوجني إلى أن أموت فأرتاح. لا يا أبي، لا تكن متشائما إلى هذا الحد، العافية هي الأساس. العافية لن تأتي على ما يبدو. لا تقنط من رحمة الله. ونعم بالله. ما رأيك في أن نستحم هذا المساء؟ دعك من هذا العمل الذي يبعدك عن زوجتك ساعة من الزمن. هي أحوج إليك أن تحادثها وتحادثك. إن لزوجتي علي حقا، ولوالدي علي حقا، وحق والدي أكبر. والله لا أدري كيف أشكرك، وقد غمرتني بعطفك. أستغفر الله. كيف تقول ذلك وأنا أؤدي بعضا من حقوقك علي؟ بقي الدواء المضاد لارتفاع السكر. بارك الله فيك يا ولدي. الهناء والعافية. عافاك الله. بقى
بقي دواء الضغط، موعده الواحدة ظهرا، ستتكفل به ليلى، حدثتها بذلك. ما الأمر يا والدي؟ هل أزعجتك ليلى في شيء؟ إذن هنا الأمر. لا أريد لزوجتك أن يشغلها مرضي. إعطاؤك الدواء ليس بالأمر الصعب. غسيل الثياب وإعداد الطعام. أبي أبي لا تكره، قلت لك دعك من هذا. الساعة الحادية عشر والنصف، هذا موعدنا، إنه الموعد الذي اتفقنا أن نلتقي فيه. إنك دقيقة في مواعيدك. هل تجدين في هذا عادة حسنة أم سيئة؟ بل عادة حسنة، لا أحد يختلف مع الآخر في أن المحافظة على دقة المواعيد هي من العادات التي حث عليها الدين الحنيف. ألا تذكرين قبل 3 أسابيع عندما كنت بحاجة إلى 7 ريالات ولم أكن أملك سوى 6 ريالات ونصف، فأقرضتني نصف ريال؟ حدث هذا منذ 3 أسابيع. لم نلتقي بعدها إلا على الهاتف. أعود وأكرر إنك صاحبة ذاكرة ممتازة. هيا بنا لنستعرض الخضار أولا، ربما نبتكر طعاما جديدا. هيا. هذا سعيد. نعم سعيد. حاولت الاتصال بهاتف المنزل فلم يجب أحد. إنني أشتري بعض الخضار التي نحتاجها للإفطار. شيء جيد، إنما أريد أن أطمئن. هل أعطيت والدي الدواء الذي حدثتك عنه؟ لقد نسيت. كيف تنسين وأنا أوصيتك أكثر من مرة قبل خروجي من المنزل؟ قلت نسيته، الإنسان معرض لذلك. حاولي أن تعودي إلى البيت. سعيد، قلت لك أنني في السوق. هذا الدواء لا يمكن تأجيله، كل شيء آخر يؤجل. اطمئن، سأعود إلى الدار فورا. ألا ترى أنك منفعل جدا؟ أعتذر، إنما أخاف على صحة والدي، وأظن أنك تشاركين ذلك الخوف. حسنا، سأفعل ما طلبته مني. أكرر اعتذاري عن الغضب الذي بدر مني، كما أكرر شكري. مع السلامة. تصوري أنني مضطرة أن أعود إلى البيت بسبب حبة دواء صغيرة. أنت واثقة من أنك نسيت إعطاء الدواء لوالد زوجك؟ ليلى، ما بك؟ أتشكين بي؟ إنما رأيته منك من دقة المواعيد وتذكر الماضي ما يدعوني للشك فعلا. فلنشتري الخضار والفاكهة. سيأخذ هذا منك وقتا، اذهبي إلى حميك المقعد أعطيه الدواء أولا. سأشتري لك كل ما تحتاجينه من السوق وأنقله إليك. رأي صائب. هيا. هيا يا أبي. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا ولدي. دعني أنشف شعرك الآن. أظافر يدك. سعيد، إنني أنتظرك. سآتي حالا ريثما أنتهي من تقليم أظافر أبي. دعك من تقليم أظافري وانهب إلى زوجتك. هي 5 دقائق. حبذا لو خلقت بدون يدين وبدون رجلين. أنت تثير عصبيتي بقولك هذا. أعتذر لك يا بني.
ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. أعتذر منك يا أبي إن أنا رفعت صوتي في وجهك. وكيف تعتذر وأنت لم تقترف ذنب؟ أعرف أنك تتحمل الكثير بسببي. كل ما أطلبه منك أن تذهب إلى زوجتك فتستمع إليها، فلربما لديها أمرا أهم من تقليم أمر أخيري. اذهب يا بني، اذهب. سأذهب يا أبي سمعا وطاعة. اذهب بارك الله فيك، لكنني سأعود على الفور. اهدي صوتك يا رجاء، ما الأمر؟ كأنك نسيت بأننا مدعوان في دار أخي عامر في لقاء عائلي. لم أنسى، اتصلت واعتذرت لعدم استطاعة الحضور. اعتذرت نيابة عني؟ بل نيابة عن نفسي. أما أنت فسأخذك بسيارتي إلى منزل عائلتك، تقضين ما تشائين من الوقت معهم، بعد ذلك تهاتفينني فأوعدك إلى المنزل. هل تراني أرملة حتى أذهب للقاء عائلي بمفردي؟ لا حل غير ذلك. تناقشنا في هذا الموضوع نقاشا مستفيضا في الصباح الباكر. طبعا، والسبب هو والدك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه شديد الملوحة، ألم تشعر بذلك؟ بلى يا بني، بلى. وكيف تسكت عن هذا؟ الملح عدوك اللدود، عدوك الأول. أخشى أن يشكل هذا الحدث سوء تفاهم بينك وبين زوجتك. بل سيشكل نقطة تفاهم يا أبي. عن إذنك. أخبريني، متى كان الطعام المعد لوالدي شديد الملوحة كما هو الحال هنا؟ وهل يوجد هناك طعام بلا ملح؟ نعم، طعام والدي، لقد اتفقنا على هذا منذ شهر تقريبا. إعداد الطعام من مسؤولياتي وأنجزه على مذاقي. بل تنجزينه كيفما يجب أن ينجز. طعام والدي يجب أن يكون خاليا من الملح. إذن اذهب وحضره بنفسك. بل أنت التي ستحضرينه. اسمعي، والدي ضيف في منزلي. وما لهذا الضيف الذي لا يبرح الدار؟ أخفضي صوتك، أخفضي صوتك، كلامي أنا يطبق في هذه الدار. سعيد، سعيد يا ولدي، سعيد. نعم يا أبي. دع زوجتك وشأنها، فهذا بيتها وأدرى بشؤونه منك. أبي، لكنها تحاول أن تغيظك وتغيظني. تصرفاتها في الأيام الأخيرة التي فاتت توحي بأمر واحد. هذا حقها. حقها أن تكره وجودك هنا في داري؟ من حقها ألا تقدم لي أي خدمة رغما عنها. ومن يخدمك يا أبي وأنا في العمل منذ الصباح وحتى المساء؟ هذا شأنك يا ولدي. ألا تقدم لي خدمة لن أنساها لك قط؟ أخدمك بعيني هاتين.
بارك الله فيك. خذني منذ الصباح الباكر إلى دار المسنين فارتاح وترتاح أنت. ماذا تقول لنا؟ لا، خذني. لن تخرج من هذه الدار، ستبقى في هذه الدار إلى أن يشاء الله. لن تخرج منها إلا إلى مثواك الأخير لا سمح الله. سعيد، لم تجبني يا سعيد. بما أجيبك؟ لم تحسم الموضوع الذي تناقشنا فيه منذ قليل. ولا نحسمه، لن يحدث الطلاق بيننا لأجل وساوس في رأسك، أفهمتي؟ كل الذي يحدث في الدار وساوس تدور في رأسي؟ نعم، إنه الشيطان، الشيطان الذي يحاول أن يدمر حياتنا الزوجية في بدايتها لأجل أمر فرضه الله علي. فرضه عليك دوني أنا؟ أعلم هذا، لكنك زوجتي وعليك أن تتحملي بعض العبء عني. ما عدت قادرة على التحمل، تعبت تعبت. الطلاق مرفوض. لكني أحبذه. الذي حدثتني به لم أسمع به قط. هذا الصباح عندما قابلت ليلى كانت تتوسل إلي في أن أساعدها في أمر طلاقها منك. صدقني يا سعيد، إنه أمر خطير جدا في أن يتحول سبب ثانوي إلى أمر يؤدي إلى الطلاق. هذا الذي حدث يا عامر، حتى أنني فتشت عن امرأة تقبل الزواج برجل مثل والدي لكنني لم أتوفق. بالنسبة إليك، هذا واجبك بأن تقوم بخدمة والديك، لهذا أنت تنفذ وصية الله سبحانه وتعالى في خلقه. أما بالنسبة لليلى، فمن واجبها الأخلاقي أن تقف بجانب زوجها في حياته. لا عليك يا سعيد، سأسوي الأمور. هذه أمي، هذا سرير أتناوب عليه مع زوجي، حيث ينام أحدنا قريبا من أمي ليلى وينام الثاني الليلة الأخرى. أمي مصابة منذ سنوات بداء الربو أو ما يعرف بالحساسية الصدرية المفرطة، تكاد تختنق أحيانا، فنهب لنجدتها وإسعافها، ويتطلب ذلك منا سهرا طوال الليل. ما أود قوله يا ليلى، إن لك والدا كما لسعيد، وأنه معرض إلى أن يصبح عاجزا عن الحركة، عندها سأضطر إلى أن أضعه في دار المسنين. ماذا تقول يا أخي عامر؟ هل تدفع بك الأنانية أن تضع والدك في دار المسنين؟ إذن أعتني به في داري. إنك تحاول استثارة عاطفتي بإسقاط محنة والدي بالمحنة التي أعيشها الآن. إنه أمر وارد، لكنك تحاولين جاهدة تجنب هذا الحدث أو حتى التذكير به. أخي عامر، إن جئت لتقنعني بعدم طلب الطلاق فأنا مقتنعة بذلك الآن. مبروك يا ليلى، إنها الخطوة الأولى. وإن كنت تأمل بأن أقوم بخدمة والدي زوجي كما ينبغي فأنا على وشك القيام بذلك. يسعدني سماع ذلك، وإنها الخطوة الثانية. أما الخطوة الثالثة فهي على عاتق سعيد.
فاعلم ما تعانيه من ضيق وضجر، وهذه مهمة زوجك سعيد، أن يجد لتلك المشكلة حلا يوفق بين راحتك وراحة والده. وإني على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيهديه ثوابا لبره بوالده. ها، ماذا تقولين؟ في أمان الله. يساعدني لأن أمضي إلى الحمام يا أعزك الله. أساعدك أنا. أنت يا ابنتي، عسى أن ألقي الثواب والأجر من الله سبحانه في هذا الشهر المبارك. نعم نعم أنا سعيد. ماذا؟ هل تمزح؟ 3000 ريال؟ شكرا شكرا جزيلا، مع السلامة. ما الأمر يا سعيد؟ لقد ربحت 3000 ريال. ممن؟ الشركة التي أعمل بها قررت أن تمنح موظفيها جائزة بالقرعة، وأنا نلت الجائزة. مبارك لكما يا أولادي، مبارك لكما. هذا عطاء ونعمة من الله سبحانه. الحمد لله الحمد لله.